السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. اليوم نحب أن نلقي الضوء على مسجد الجن في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة. فلما حضروه قالوا أنصتوا، صدق الله العظيم. هذا المسجد مسجد الجن، أحد مساجد مكة المكرمة، يقع في حي الغزة، أحد أقدم الأحياء القريبة من المسجد الحرام وقرب الطريق المؤدي إلى مقبرة المعلة وشارع المعلة، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلا وتلا عليهم آيات كريمة من القرآن الكريم، وكانوا يتزاحمون حوله صلى الله عليه وسلم ويركب بعضهم فوق بعض حتى يقتربوا منه ليستمعوا إلى القرآن. وعرفوا أيضا بمسجد البيعة، لما يروى أن الجن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وفيه نزلت سورة الجن على الرسول الكريم، ويعرف عند أهل مكة بجامع الحرس، كانوا يجتمعون فيه ليلا. وقال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي إنما استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، صدق الله العظيم. فلما وصلوا إلى هذا القول وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، صدق الله العظيم. وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان قادما من الطائف إلى مكة المكرمة ذات ليلة نزل في وادي نخلة، وهو واد ما بين البلدين، وفي الليل الدامس، وليس معه رفيق غير الله سبحانه وتعالى، ورفع صوته بالقرآن الكريم يستأنس به وحشته، وجاء إلى الوادي جن في تلك الليلة واللحظة حتى ملأوا وادي نخلة يستمعون القرآن الكريم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بكلام الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا إن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، صدق الله العظيم. وكان من أدى بهم الجن، نقصد أن كان سيدهم يسكتهم ليسمعوا القرآن ويقول لهم أنصتوا، فكانوا ينصتون. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتلاوة تفرقوا وضربوا بقاع الأرض ووصلوا إلى قومهم في اليمن ودعوهم إلى لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين، صدق الله العظيم. لقد أتوا في ليلة واحدة ورجعوا يدعون إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل،